السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن. الشيخ الزبير، في تحديات عالجناها معك في المحور الأول، في رؤى أو مراجعات نقدية لمسيرة الحركة الإسلامية في المرحلة الماضية. واحدة من هذه الرؤى النقدية بتتحدث عن أن الحركة الإسلامية فرطت إلى حد كبير جدا في انفصال جنوب السودان، وإنها راهنت على الجانب السياسي أكثر مما تراهن على الجانب الدعوي، وهي حركة في الأصل حركة دعوية، على اعتبار أن الجنوب كان يمكن أن يكون مدخلا دعويا للقارة الأفريقية جمعاء. والله إذا مدخلك المدخل الدعوي واتهام التفريط بأنه اهتمت بالجانب السياسي أكثر من الجانب الدعوي، أعتقد أنه هذا ليس صحيحا. الحركة الإسلامية قبل الدولة وقبل أن تكون هي الحاكمة بعد الإنقاذ الوطني، يعني اهتمامها بالجنوب في عمل الدعوة كان واضح في وجوده في الجنوب كداعية، ووجود الجنوب فيها كعضوية في الحركة الإسلامية بصورة يعني واضحة جدا، واهتمام من خلال منظمات أنشأتها مع آخرين من أهل الخير في العالم الإسلامي والعربي عشان تخدم الغرض الدعوي في الجنوب والمناطق الأقل نموا في السودان كان كبير جدا. بعد يعني ثورة الإنقاذ الوطني، اهتمام الحركة بموضوع الجنوب من خلال مؤتمر قضايا السلام العقد في أول سنة من عمر ثورة الإنقاذ الوطني كان المؤشر الرئيسي، وكان قضية السلام فيه رئيسية لغرض الحرية والدعوة والسلام. ولكن الجنوب واقعه العملي الواقع وضعه الواقعي بأنه وجود الديانات التقليدية فيه منحسر تجاه النصرانية نطيقة، لأنه الإنجليز عملوا فيه مناطق مقفولة وسلموا الكنيسة التعليم والخدمات بصورة رئيسية وأساسية، خلى الجنوب يكون قضية بالنسبة للسودان كل طوال هذه يعني الفترة، وليس بفعل الحركة الإسلامية ولا فعل يعني حتى الحكومات الوطنية واتهامها بأنها يعني هي قصرت، وإنما الوضع كان التراكم فيه هو هذا الوضع المغاير لما عليه أغلب أهل السودان من إنهم يغلب عليهم إنهم مسلمين بدرجات متفاوتة من التزامهم بالتدين ولا بالإسلام ولا بانتماءات فرعية مختلفة في الإسلام، ولكن يغلب عليهم مسلمين. ولكن الجنوب ظل وجود الإسلام والمسلمين فيه كأقلية هو تحدي يواجهنا. يعني هذا الجنوب هو ما التقينا معه في منذ الاستقلال وحتى انفصل، هو قضية الوطن الواحد، ولذلك لم يكن هناك مجال للعمل فيه بالدعوة إلا بالحسنى، وليس هناك طريقة لكلام عن إنه ما نستثنيه من تطبيق الإسلام. وأعتقد إنه العمل الدعوي طوال فترة الإنقاذ الوطني بالرغم من استمرار الحرب ظل يعمل بصورة سلسة، ونتيجته أعتقد إنه الآن بعد الانفصال الوجود الإسلامي ووجود المسلمين فيه واضح جدا. واذا انت هسه مشيت اي مدينه من مدن الجنوب بتلقى يعني المسلمين عددهم في شعائرهم في مساجدهم في كده وجود اصبح اكبر بكثير جدا مما كان عليه الحال في سنوات ماضيه قبل الانقاذ الوطني. يعني لكن ده كله تم عندها الان تداخل دعوي مع المسلمين في جنوب السودان الحركه الاسلاميه. والله طبعا الجنوب الان يعني طبعا انفصل يعني سياسيا، ولكن ما زال الوجود العلاقات الدعويه من الطرفين نحرص عليها. وبالنسبه للوجود هو وجود بصفه اسلام بصفه عامه وليس للحركه الاسلاميه، لان المجلس الاسلامي لجنوب السودان برئاسه واحد من قيادي الحركه الشعبيه نفسها يعني الاخ طاهر بيور زار السودان في اثناء هذا العام يعني، وقضى اكثر من اسبوعين وهو اعضاء المجلس في السودان عشان ينسقوا يعني التعاون في مجال خدمه الاسلام في الاوقاف في الزكاه في خدمه المساجد في 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 في, في رؤيه لحمايه يعني وحقوق المسلمين في الجنوب يعني. لكن الجنوب لانه بقى سياسيا انفصل لم يعد نحن عندنا علاقه يعني تنظيميه بالجنوب من ناحية الحركة الإسلامية، وحتى المؤتمر الوطني كحزب صار حزب جنوبي هناك يعني من أحزاب
الدولة في الجنوب ومنفصل عننا تماما ولا علاقة لنا به من ناحية تنظيمية. قد يكون يعني الطرفين نحن وهم الدعوة للتعاون والتكامل الثقافي والتكامل الاقتصادي وكذا، مطلوب منا نحمله في ظل الانفصال عشان يكون يعني هادي للعلاقات السلسة بين البلدين إن شاء الله. نعم. متهمة كذلك الحركة الإسلامية دكتور إنها اهتمت بالمركز أكثر مما تهتم بالهامش، والدليل على ذلك أنه تقريبا الآن في دول كبير جدا من أنحاء السودان بتقوم حروبات فككت النسيج الاجتماعي وأحدثت أزمات كبيرة في تلك الولايات. فهل فعلا الحركة الإسلامية ليس لديها اهتمام بالهامش مما أدى إلى اندلاع حروبات قبلية في مناطق كثيرة من السودان؟ والله الحركة الإسلامية موجودة في الهامش كما موجودة بقوة، لكن كما تعلم انه الهامش نفسه وجوده بقى في المركز اكبر من الهامش نفسه. يعني معظم ابناء الولايات دي اللي تعلموا كم اعضاء حركه اسلاميه او كل مثقفي الولايات الان في السودان من اطوان الطيف الفكري والسياسي وجود بيكون محل الميكروفونات والاضواء الكاشفه يعني ده في الخرطوم يعني. لكن الحركه الاسلاميه هي مشروعه في الدوله بصفه عامه، اعتقد انه اهتمامها بالأقاليم ولا أقول الهامش لأن ليس هناك هامش، يعني الزلف في حدود السودان هو في قلب السودان زي الزلف في العاصمة يعني. وأي تسمية للهامش هي تسمية الغرض منها حفظ الشخص المعني بأنه أنت غير مهتم بك يعني، وليس هي مطولة التوصيف الجغرافي يعني. فلا يعني الحركة الإسلامية مشروعة يعني قام على قسمة الموارد بين الولايات والمركز، والمركز مع أنه لكل السودان يعني، لكن المركز كاسم وما تم فيه هو غير مسبوق من انه تصل لحد 40% من موارد الدولة او الى 35% تصل للولايات كموارد لها للصحة والتعليم والخدمات. ما تم من بنيات اساسية هو الغرض الوصول لاطراف السودان سواء في الطرق او في الكهرباء او في الزراعة او في الري لم يكن يعني موجودا من قبل وليس بمسبوق، وده كله يعني الغرض منه المساهمة في تغوية روح الوحدة الوطنية بالوسائل المادية وبإزالة شعور بالغبن وبما يسمى بالهامش عند الناس يعني، وإحياء الروح بتاعت المطالبة بالحقوق وتوعية الناس من خلال انتشار التعليم. لأنه الحركة الإسلامية جاءت لقيت القبول في الجامعات في السنة ما بيعدى 7-8 آلاف والآن بمئات الآلاف يعني، وخريجين بمئات الآلاف. ده كله كل هذا الوعي وهذه الاستنارة أعتقد إنها يعني تحتاج مننا إلى إتقان وإحسان وتجويد بحيث إنه تخدم قضية الوحدة الوطنية أكثر من أنها تخدم التشرذم والتشتت الذي يقسم الناس إلى هامش ومركز يعني. وبقاء الاهتمام بالمركز من خلال التنمية الثقافية والفكرية وأيضا من خلال التنمية الاقتصادية يعني ينبغي أن يتم فيه لا أقول توزيع وليس تفتيت بتحريك الناس عشان تكون مساهماتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية موجودة في الأقاليم والولايات زي ما هي موجودة في العاصمة. ودي واحدة من وسائلنا هسه بدنا نخططها إنه يعني الاستفادة من مؤسسات التعليم الموجودة في الولايات، بالإضافة إلى ذلك تكثيف النشاط المتحرك من المركز للولايات في شكل قوافل ثقافية أو فكرية أو دعوية أو أيام ومعسكرات تربوية وتسكوية، الغرض منها الاهتمام بالمسلمين بصفة عامة وأعضاء الحركة بصفة خاصة الموجودين في هذه الولايات والأقاليم يعني. نعم. هنالك اتهام أيضا شيخ الزبير إنه الحركة الإسلامية لم تتعاطى جيدا أو تتعاطى بشكل جيد مع سؤال الحريات، متهمة في إنها عندها مشكلة مع حرية الصحافة، مع حرية التعبير عن الرأي أو مجمل الحديث عن الحريات، متهم الحركة الإسلامية بأنها ما قادرة تتعاطى مع هذا السؤال بشكل جيد، يعني مساحات الحرية إلى حد ما محدودة في هذه القضايا. لا، شوف قضية الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الشخصية هي واحدة من القضايا الرئيسية في تواجه الفكر بصفة عامة. نعم. الفكر الإنساني بصفة عامة يعني، ويمكن التفسير الليبرالي لها والغربي العلماني مختلف عن التفكير الاشتراكي الماركسي القائم على الديمقراطية المركزية.
يختلف عن الفكر الإسلامي فيه يعني جمع بين الحرية والشورى وجمع بين الانضباط بحدود يعني ينبغي أن يلتزم بها المجتمع والحركة السياسية والعملية يعني. واضح بالنسبة لنا أن نحن ممارستنا الأساسية بالنسبة لنا وأدبنا الأساسي قائم على الحرية والتعدد الفكري والقبول بالآخر والعمل من خلال هذا التعدد، لأنه نجعل الإسلام سائد في المجتمع من خلال الأغلبية ومن خلال توسيع المد الجماهيري له، وليس من خلال أطر الناس من خلال أنظمة الحكم فقط يعني. ويمكن الاستثناء هو الذي حدث بتاع أنه تكون في ثورة للإنقاذ الوطني بانقلاب عسكري. ونعتقد أنه تقدير الحركة الإسلامية للظروف السياسية واجتهاد الأوصال لذلك في ظل يعني تجارب الغرب وصلنا لها في الوقت الداخل اللي كان حصل في الجزائر برغم فوزها في الديمقراطية بالحكم يعني، وما تم فيها من منع لها بواسطة الغرب وأنصاره، وثبت لها ما تم في غزة من منع لحماس من أنها تمارس بأغلبية الحكم، وما تم الآن في مصر، يشير إلى أنه هذا الاستثناء له مكان من الاجتهاد وليس فقط شهوة بتاعت وسبق وتسارع تسرع في أنه نصل للحكم. لكن الشرط الرئيسي الأساسي هو أنه كان مبني، وأنا أشهد على ذلك، مبني على أنه هو وضع استثنائي، وأنه هناك حركة تدرج نحو العودة إلى التعددية تدريجيا. وأعتقد أنه هذا ما تم حتى الآن، ويسير إن شاء الله نحو أنه يبلغ منتهاه. وده كان من الأشياء الرئيسية والأساسية اللي أدت إلى نقاش وخلاف في الفترات الماضية في مدى المسارعة فيه أو التباطؤ فيه، تقديرا لضرورة الاستثناء وزواله. وأعتقد أنه يبقى الأصل فيه أنه بعودتنا للتعددية الآن وقبول الآخر وقبول التداول السلمي للسلطة وقبول أنه نحن نعمل لحد ما يكون الأغلبية هي الموافقة على مبدأ الإسلام والدستور الإسلامي، ووصلنا إلى ذلك الآن يعني. أعتقد أنه في ظل ذلك أيضا قبول الآخر عشان يدعو بدعواه، وإن كانت داعية لأنه الإسلام ينتقص أو ما موجود كما موجود الآن في بعض الأحزاب الموجودة عندنا، شرط رئيسي وأساسي. وبقول أنه الممارسة العملية بالرغم من الحديث الناس عن أنه في قيود على إعلام أو على صحافة أو في قيود على 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 ممارسة بعض الأحزاب، لكن أعتقد أنه في نشاطها يعني أو دعواها لأنها تحاول تغير النظام بثورة يعني شعبية، وتتكلم أنه ده منع إليها من الحرية والديمقراطية. أعتقد أنه ده يعني إذا قارنته بما يدور في العالم الآن، مش العالم العربي، كل العالم كله حتى العالم ما يسمى الديمقراطي الحر، حياته للاستثناء سواء في داخل مواطنينهم أو في ممارساتهم في العالم الخارجي، وما هو موجود الآن في العالم العربي من أنظمة متحكمة في شعوبه من غير وجود لأي حزبية أخرى أو صحافة ناقدة لدولتها. نحن الآن الناس ينقذ كل الدولة من رأسها إلى أخمص قدميها يعني، ويقول رأيهم فيها. أعتقد أنه الممارسة تصير نحو الأفضل، لكن نحتاج إلى مزيد من النظر والاجتهاد العملي في ليس في القوانين واللوائح والنظم وحدها، ولكن في الممارسة العملية وأسسها عشان نصل لفهم أقرب لمناط الإسلام في قضية الشورى والديمقراطية وقضية الحرية والالتزام بالحق يعني. يعني أنت الآن في الدستور وغير فيه أن الإسلام هو المرجعية، الممارسات المنافية لهذه المرجعية الإسلامية كيف تقاومها؟ بالنسبة لنا واضح أنه قاومة وسائل الدعوة كشيء رئيسي وأساس يعني، لكن كونك تنشئ قوانين أيضا لمنعها ليس فيه أي تجني على الحرية الشخصية لأنها وفقا لإطار القانون. كما أنه في النظام الغربي الآن يفتكروا أنه يعتقد أن العلمانية تقتضي يعني ممارسات حتى في تحد من حركة المسلمين وممارساتهم يعني، نحن ما نعتقد أنه بنحد من غير المسلمين، لكن في المسلمين أنفسهم ما ينطبق عليهم ويلزمهم من قوانين أخذ الناس في أنه ينطبق هذا القانون،
ليس فيه أي حد من الحريات. نفرق بين حكاية الحرية السياسية يعني والحرية الشخصية بتكون ملتزمة بقواعد القانون المستمد من نصوص الشرع، لكن أخذ الناس فيه بالإقناع والاقتناع، لا سيما في الأشياء ذات الطبيعة الشخصية والاختيارية من ممارسة الصلوات ودعوة الناس لها من غير حاجة لإجبارهم عليها، في مسألة الزي ما عاد مسألة الزي الفاضح يعني، لكن مسألة الزي والالتزام الجزئي فيه والكلي يعني، العمل الدعوي فيها هو الأساس والأصل فيها يعني الممارسة الحرية. وإذا توسع العمل الدعوي والتزكية بحيث أنه صارت هذه القناعة سائدة، بيكون القلة تحتاج للوائح ولا نظم عشان تعملها هي يعني الاستثناء وليست الغالبية يعني، وده التحدي قدامنا نحن كدعاة للإسلام يعني. نعم، الحركة الإسلامية الآن دولة شيخ الزبير، وحديث بروفيسور التجان عن إنه الدولة الحديثة هي دولة إدارة وليست دولة إمامة، فكيف تنظر إلى هذه المقولة في سياق تجربة الحركة الإسلامية وهي على سدة الحكم؟ والله دولة إدارة وليست دولة إمامة يعني، ما هي إدارة دي يعني شنو؟ إمامة يعني شنو؟ إذا دولة إدارة يعني علاقات فيها إدارية حديثة على النمط الحديث، على النمط الحديث فيها رئيس ومرؤوس وعلاقات قانونية تحد حتى من رئيس الجمهورية في أشياء وتصلح له بأشياء، وتحد من البرلمان بأشياء وتسمح له بأشياء، وتمنع المستوى الولائي من ممارسة أشياء، يبطع المستوى الاتحاد ما يتغول على المستوى الولائي بممارسات معينة، هذه دولة إدارة ما فيها ما في شك في الحكاية دي. لكن دولة إمامة، إذا بتقصد دولة إمامة بمعنى الإمام الشيعي المرجعي اللي عنده مرجعية كلام ونص زي نصوص القرآن والسنة، ما نحن ما نحن أول شيء أهل السنة ما عندنا هذه المسألة، حتى بالمعنى إنه الإمام ده مطلق حاكم مطلق، وده المقصود حاكم مطلق من أي سلطة أخرى، ليس هذا عندنا نحن، هو إمام أو سلطته إلى الحركة الإسلامية وإلى إلى إلى قيادة الحركة الإسلامية أكثر ما تكون إلى قيادة الدولة من ناحية فكرية ومرجعية وكذا، معلش. لكن يعني أنت طالما بقيت يعني انتظمت في أنك تنشي مؤسسة سياسية تسميها حزب وتخوض انتخابات قد تفوز بها ما تفوز بها، وتخوض ببرنامج، مجرد ما كونت أجسام سياسية إمام بمعنى رئيس جمهورية أو حتى لو رئيس وزراء، لو عملت بقيت على نظام برلماني وأنشأت وفقا لذلك مؤسسات، أنت بتتعامل من خلال هذه المؤسسات والقوانين والتفاصيل اللي أنت عملتها لهذه المؤسسات يعني. وأي ادعاء أنه في مرجعية بتاعت إمامة للحركة الإسلامية بتجي من الخلف توجه بتاع الشياخة يعني، توجه الرئيس تقول له أنت لازم تعمل كده وكده، ويجي يشاورة ويأخذ بكلامه ويلزم به وتعمل له فيتو زي ما يعني ما موجود في دول الآن ما إسلامية بمعنى نظامها ما إسلامي لكن فيها مرجعية ملكية وحكم فرد، أو إسلامية وفيها مرجعية ملكية وإماراتية أو دينية زي في إيران عندها إمام هو المرجع النهائي، ده ما موجود عندنا ولا نسعى لأن يكون ذلك موجود عندنا. ودستورنا للحركة الإسلامية نفسه وبعد جدال استمر لسنوات عدة يعني ما وصل له من تراتيب يعني تنظيمية لعمل الحركة الإسلامية، إنها لما تنشي مؤسسات هذه المؤسسات مرجعيتها قوانينها ولوائحها، ونحن بنوجهها التوجيه العام الفاط نضمن إنه فكرتنا كمشروع إسلامي حزبنا ما يخرج عنها، مرجعيتنا كمشروع إسلامي حكومتنا ما تحيد عنها، ولو حادت عنها بنقاومها من خلال الحزب ومن خلال مؤسساته ومن خلال بنقاومها من خلال الحزب ومؤسساته ومن خلال وجودنا ذاته في الحكومة كأغلبية بأعضاء وأفراد، وليس من خلال توجيه والله فتوى بنصدرها نقول إنه خالفت في كده يعني. ودي مسألة تقتضي الناس، كثير من الناس لا يفرقوا بين الحركة الإسلامية قبل الدولة وبعد الدولة، ودارين الحركة الإسلامية بعد الدولة وبعد الحكومة تكون هي نفس الحركة زمان كانت في السجن والله في معارضة والله مشاركة في حكومة بأقلية، مرجعيتها في أعلى جهة فيها موجودة، وانت ربنا هسه أداك جهة أعلى من الأمانة حقتها، وإنما
إمامة على كل الشعب السوداني، وهي أعلى وأكبر قدرا، وتحتاج منك إلى يعني تقدير أكبر. لا ينفي عن أنه أنت تحد من سلطاتها، تراجعها، تنصحها، تتشاور معها، لكن من خلال المؤسسات اللي غريتها في قوانينك. وبالمعنى ده إذا تتكلم عن أنه ليست دولة إمامة مطلقة وكذا وكذا، كلامتي يعني صحيح. نعم. طيب، تجربة الاقتصاد يعني حولها كثير من الحديث، وأنه تجربة الاقتصاد عبر مسيرة الحركة الإسلامية في الحكم جعلت المال فقط متداول عند البعض، ولم تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، بل المقولة الراجعة لدى كثير جدا من الناس أن الحركة الإسلامية دخلت الناس المساجد ودخلت هي السوق يعني. فكيف تنظر إلى تجربة الاقتصاد وأنت في الأساس رجل اقتصاد يعني؟ كيف تنظر إلى تجربة الاقتصاد في مسيرة الحركة الإسلامية السودانية؟ الحركة الإسلامية يعني قبل الدولة اهتمت بمسألة الاقتصاد الإسلامي وفهم عليه وبتحديها الموجود أمام في ذلك الوقت بعدد من الاستجابات، منها إنشاء مؤسسات وبنوك مصارف إسلامية وشركات تأمين إسلامية لنفي الربا وتطبيق النظام الإسلامي الاقتصادي في العمل الاقتصادي المصرفي يعني، وإنشاء شركات استثمار وإنتاج أيضا للقيام بهذه المهمة، وأيضا في المجال الاجتماعي إنشاء منظمات طوعية وخيرية تهتم بقضايا الفقر والفقراء ومساعدتهم في المناطق الطرفية النائية أو في المدن أو في غيرها، وممارسات تفرعت منها في شكل خدمات كثيرة جدا علاجية وغذائية ومجتمعية تقوم بها يعني. بعد الحكم والدولة بعد ثورة الإنقاذ الوطني المسؤولية بقت أكبر، مجرد نفي الربا عن مصرف أو مصرفين عشان يكون نافستين، لأنه يسمح للمسلمين المادرين الربا يجدوا مصارف ما فيها ربا يعني. وإنما كيف تحول الاقتصاد كله إلى اقتصاد ما فيه ربا، وأيضا كيف تحول الاقتصاد لاقتصاد يستهدي بمقاصد الشريعة الإسلامية العامة بصفة رئيسية وأساسية، وهذه المقاصد تستنبط منها بقدر الحاجة لها مع تغير الأحوال في كل مرحلة من مراحل الاقتصاد، كانت هي التحدي الأكبر يعني. وأعتقد أن استجابة الحركة الإسلامية لهذا الأمر كانت استجابة كبيرة جدا. الناس الآن بيتناسوها وما بيذكروا تفاصيل في التغيير اللي حصل فيها يعني. الحركة الإسلامية استطاعت أنها تجعل الاقتصاد السوداني أولا من ناحية عامة يقوم على الاعتماد على الذات، فرع لأنها الحركة الإسلامية رؤيتها من الأول أنه حتكون في مقاومة لها من القوى الاقتصادية الكبرى العالمية، وحتكون في مقاطعة وغير ذلك للسودان في تفرد بتطبيق النظام الإسلامي يعني. الحركة الإسلامية حاولت تستنهض الهمم وتصلح الاقتصاد وفق رؤاها في أنه القطاع الخاص يكون يعني قائد في قضايا الإنتاج بصفة خاصة ورئيسية، وتحرر الاقتصاد من قيود كثيرة جدا اشتراكية ورثتها من النظام السابق، ورثت النظام السابق من الأنظمة السابقة بالنسبة له في وجود الدولة في كل قطاعات الإنتاج. الحركة الإسلامية مضت في قضايا الأسلمة في النظام الاقتصادي، بحيث أنه صار عندها منظومة مالية في الدولة تقوم على نفي الربا عن كل شيء يعني. من استدانة الحكومة من البنك المركزي كانت تقوم على الربا، الآن تقوم على الغرض الحسن. أدركني الوقت شيخ الزبير، لكن ده بيقتضي أن بقية المحاور وما يتعلق بالمحور الاقتصادي نكمله معك في حلقة أخرى إذا سمحت لنا بذلك يعني. ما في مانع، الوقت ضايق يعني، لكن أعتقد أنه فعلا نحتاج فيه لتوضيحات، ونحتاج فيه برضه رؤى ونقد وتصويب نحو التغيير المطلوب في المرحلة القادمة، لأنه ليس كل شيء يعني صحيح وليس كل شيء يعني مكتمل. هناك أشياء تحتاج إلى مراجعة للتصحيح، هناك أشياء تغيرت فيها الأحوال عما كان عليه الحال لما كانت طلعت فيها دراسات وبحوث وفتاوى بأشياء متغيرات يعني، ولذلك ممكن نتكلم عنها. نعم. إذن نحيل سؤال الاقتصاد وما تبقى من هذا السؤال وما تبقى من الإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، التي نتمنى أن تكون مواصلة نفتح معك فيها تساؤلات أخرى تتعلق بقضايا الإصلاح والتغيير في الحركة الإسلامية. جدا إن شاء الله. شكرا لك السيد الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، على أمل أن تكون ضيفا علينا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جدا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إذا ما زالت لدينا